أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي رحمه الله؟ نعم، تفسير جيد، لكن قد يكون فيه أشياء من التصوف، فيه أشياء من التصوف، ولكنه في الجملة تفسير جيد. نعم، وليس هذا هو الألوسي الإمام الجليل محمود شكري الألوسي الذي توفي من عهد قريب، إنما هو جده نعمان أو قريبا من هذا الاسم. نعم.